في موضوع آخر مشاهدينا، ظاهرة البذخ في المناسبات العامة والخاصة ظاهرة سيئة وتتمثل في حفلات الزواج من خلال اختيار القاعات باهظة التكاليف والتنافس بين العرسان لمن سيكون حفله الأفضل، وأيضا بالتنافس بالملابس والحلي، ناهيك عن العشاء الفاخر بكميات كبيرة. الشاب اليمني عبد الحليم عبد الله الحميدي كان له رأي آخر، فقرر أن يكون حفل زفافه مختلفا ومغايرا لبعض التقاليد والعادات، فقام بالتبرع بتكاليف حفل زواجه لمؤسسة خيرية تهتم برعاية الأيتام. شاهدوا صورا للعريس عبد الحليم أمام أحد دور الأيتام في محافظة تعز. الشاب عبد الحليم عبد الله الحميدي وهو العريس الذي كتب منشور قال فيه: أشعر بالسعادة الغامرة في قلب اليوم، فقد قررت أن أغير مسار ما كان مخططا لزفافي وأن أعكس العادات والتقاليد والأعراس في هذا المكان الذي تملأه المحبة والألفة، وأن أوجه تكاليف هذه الحفلة نحو مساعدة الآخرين والإسهام في إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم. أدركت أن الفرح الحقيقي لا يكمن في إقامة حفل ضخم، بل رؤية أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى مد يد العون والدعم، يشعرون بالسعادة والابتهاج. أشعر بالامتنان لله سبحانه وتعالى الذي وفقني لاتخاذ هذا القرار، والذي أتمنى أن يكون نموذجا للآخرين لتقديم المساعدة، وأدعو الله أن يبارك هذه الخطوة واجعلها نبراسا لغيري ممن يرغبون في المساهمة في دعم المحتاجين والمساعدة. تفاعلات كثيرة مع الموضوع، منها مبارك أحمد والذي علق على مبادرة الشاب عبد الحليم قائلا: بارك الله فيك أخي عبد الحليم، وحفظك الله من كل سوء وشر، ونعم فيك وبموقفك الإنساني الرائع، وكتب الله لك الأجر والثواب، وكثر الأشخاص من أمثالك، هذه هي التجارة الرابحة مع الله، وتريليون مبروك. عبد الجبار السبعي أيضا كتب: العريس عبد الحليم الحميدي نموذج يفضل أن يكون ترند، لقد حول تكاليف الحفل واستعاد فلوس الحجز من الصالة الذهبية وتكاليف العرس لصالح دار الأيتام في تعز. ألف مبروك وكتب الله أجرك. أبو البراء الكمالي علق أيضا: بارك الله لك يا صديقي عبد الحليم، وجعل هذه الخطوة التي فعلتها في ميزان حسناتك، وأنت بفعلك هذا سننت سنة حسنة بإذن الله، والكثير يقتدي بك والأجر راجع إليك.